بولاية البيض والنعامة وبشار وعين الصفرة إثر التقلبات الجوية التي شهدتها هذه الولايات. وفي هذا الإطار أعلنت مصالح الحماية الوطنية ببلدية تمنغست مساء اليوم الأحد تسجيل شخص مفقود، وحسب بيان مصالح الحماية المدنية فإن الشخص المفقود جرفته مياه وادي تاغقلي ببلدية تمغنس بولاية البيض، وتم تسجيل انحراف شاحنة على متنها شخصين حيث تم إنقاذ واحد فيها، وتبقى عملية البحث عن الآخر على الطريق البلدي غير مصنف. إثر ارتفاع منسوب المياه الأمطار ببلدية مسفون، كما تم بنفس الولاية إنقاذ شخصين في الواد بالمكان المسمى الواد المغربي ببلدية البنود. بنتمنى الخير والسلامة لإخواتنا في الجزائر، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو. لو حد بيتابعنا من الولايات دي ياريت يطمنا ويكتب لنا في التعليقات.